الفطر انا اضفته جديد اليوم. جديد المشروم. حلو بنضيف المشروم. حنضيف المشروم. يلا. هلا احنا الطبق عباره عن طبقتين. حلو. طبقه البيوريه وطبقه الدجاج بالكريمه. يا سلام. لتحضير البيوريه عندي البطاطا مسلوقه. اوكي. وبعد ما بنسلقها انا عشان تجهيز مسبق نخلص. سلقت البطاطا بعد ما بنسلقها بعدين بنهرسها وبنضيف عليها المكونات اللي شفتوها مكتوبه المقادير من ضمنها البهارات والحليب والملح والفلفل وبهارات. اوكي تمام. هلا في ناس ممكن تضيف على البطاطا البيوري بعد ما تهرسها ممكن تضيف عليها كريمه ممكن تضيف جامر ثيك كريم ممكن تضيف طبعا صحيح من المقادير زبده مكتوب نعم في زبده في ناس ممكن تضيف الجامر او تضيف جبنه مثل ما بتحبوا. اوكي. اما بالنسبه وهيك بصير جاهز بخلي نص منهم علشان افرده بالقاعده تحت والباقي راح نزين فيه نعمل فوق. مثل شكل التاج. اوكي. اما بالنسبه للدجاج عندي الدجاج الصدور متبل مسبقا بالثوم وزيت الزيتون وشويه بهارات، بهارات الدجاج ملح فلفل اللي حسب الرغبه. طبعا المفروض ان انا بقلب اول شيء الدجاج لوحده بدون زيت. تمام انا اختصارا للوقت عملت جزء كبير منها مقلب وخالص. اوكي. بعد ما بنقلب الدجاج بس بدون زيت بنقلبه. اوكي. بس هيك ننشفه شوي عن المي. هلا راح نضيف بالمقلايه واسعه راح نحط شويه زيت. شويتين انا حطيت معلش. وزبده وشويه زبده عشان ما يحترق لانه النار عاليه والزيت حامي. ننزل على طول البصل. بدنا المعلقة الخشب عم اسمك تفضلي نقي اللي يعجبك بقى هذه عندنا في رؤية هنا تشكيلة تشكيلة معلقة الخشب تشكيلة من كل حاجة ما شاء الله. هلا شو الحلو بالموضوع يا شيف لما احنا بنقلب الدجاج المفروض انه بناخذ خلاصة الدجاج بتنزل عنا بالمقلاية. ايوه البهاريز. ايوه البهاريز. انا مش كنت بقول البهاريز. انا سامعك ورا صح. انت تابعنا متابعنا شيف. فبعد ما نخلي البهاريز بنشيل الدجاج ونخلي البهاريز مهمة. بنضيف عليهم البصل عشان يطعم وياخذ طعمة الدجاج. ايوه. طيب انا حطيت البصل دبلته ونزلت عليه المشروم او الفطر. اوكي. رشيت شوية ملح بس عشان ازود تدبيلتهم يتدبلوا اكثر. اوكي. هلا راح اضيف عليهم معجون الطماطم. أو الصلصة يعني بسموها. هاي بده يكون روزي صوص لكان مدام. أيوة. هلا ليش أنا بقلب دائما الصلصة؟ علشان يروح منها طعم المواد الحافظة اللي فيها. كمان. وعشان تستوي بالضبط. هلا راح أضيف عليهم الكريمة. لا هذا الحليب حضيف الكريمة. الكريمة. يا سلام. هاي الكريمة رائعة وتقيلة مبينة نوع يعني ممتازة. راح أقلب شوي. اوكي بعد بينك صوص هلا بضيف عليها بعدين برجع الدجاج اللي انا المفروض قلبته بالبدايه هون عندي هلا ممكن انا احط توابلي عندي شويه توابل ايطاليه هذا واحد من منتجاتي عندي فيه خمس بهارات وخمس اعشاب ما شاء الله انت كمان بهاراتك رائعه شكلها الله يسلمك يا رب عندي التوابل الايطاليه حطينا شوي ححط شوي من الفلفل الاسود مش كثير هو عاده مع هذا النوع من الصلصات البيضة بحط دائما فلفل ابيض ما بحب يغير لون الاكل بس والله برضه الفلفل الاسود بزكي وشكله كده وهو عايم كده انا رفعته عن النار عشان ما بدي اياه يحترق الاكل رفعته شوي عن النار طيب الله يسلمك حطينا الدجاج هنقلبهم سوا اذا حسينا ان بدها مرقه زياده ممكن نضيف لها شويه مي ما عندي مشكله اذا في مي شوي ممكن نضيف لها شيف شويه مي عشان ما تكون هيك كثير مخبصه ثقيله تحس انه فيها مرقه ويستووا كلهم مع بعض يسخنوا طيب البطاطا البيوري هلا هي تعتبر من اساس الطبق مش شيء جانبي اوكي فلازم احنا بعد ما ضفنا عليها الزبده وضفنا حليب او ممكن نضيف كريمه وجبنه احنا بنطعمها على راحتنا انا بضفت عليها ملح وفلفل وبهارات اللي هو الاعشاب الايطاليه فيها شويه اعشاب تمام ممكن نحط لها جبنه كمان ما انا بقول لك كنت ممكن نضيف لها جبنه كريمي او ممكن نضيف لها جبنه مثل الموتزاريلا هي أيوه. سخنه بتدوب صح يلا حسب الرغبه هلا الجزء هذا انا ضايف عليه راح اخليه تحت بالقاع تحت بصراحه اول شيء حزين ححط التاج التاج اوكي البطاطا لاحظي لونها تحب احطها لك ليش لونها فاتح هذا اللون عن هذا اللون لانه انا مو حاطط فيها توابل كثير توابل مش بس حلو عملت انا اقصد عملت فرق لذيذ عشان طيب انا حنزل هلا هون الدجاج ايوه على الوجه
ريحتها بتاخذ العقل من ريحه وشكله الطعم. والله ريحتها حلوه صراحه، مش بمدح بحال بس جد زاكي مبينه. طيب لنعمل تاج البيوري ودجاج الكريمه، نحن بحاجه لنص كيلو صدر دجاج مقطع مكعبات، معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بابريكا، سنين لثلاثه ثوم، معلقتين لثلاثه كبار عصير ليمون، ربع كوب زيت زيتون، معلقه كبيره بصل مفروم، معلقه صغيره بهار دجاج مشكل، نص كوب كريمة، معلقة كبيرة صلصة طماطم، ربع كوب جبنة بارميزان، كمان بدنا كيلو بطاطا مسلوقة، كوب حليب، معلقة كبيرة زبدة، توابل إيطالية حسب الرغبة. أما للتزيين فبدنا طماطم كرزية وبقدونس وجزر.